هل نسيت مذيعة قناة العربية كريستيان بيسري أنها على الهواء؟ وكيف ورطت نفسها وفريق العمل في ذلك الموقف؟ وما الذي يضمن استمرارها في التقديم الإخباري على شاشة القناة؟ عادت من جديد المواقف المحرجة على شاشة قناة العربية في البرامج والفقرات الإخبارية التي يتم بثها على الهواء في ورطات لا تنفع معها الاعتذارات أو التبريرات. يرتبط اتزان المذيع أمام الشاشة بمدى إدراكه لظهوره على الهواء. الجلوس على كرسي التقديم في الاستوديو لا يعني بالضرورة أن المذيع على الهواء، لكن حدوث الأخطاء وارد جداً، وهذا ما حدث أكثر من مرة مع المذيعة كريستيان بيسري. برغم الحضور الشديد لكريستيان بيسري على الهواء ونسبة القبول التي حققتها هذه المذيعة بإطلالتها المتميزة، إلا أنها ظهرت فجأة تؤدي حركات غريبة على الهواء. لقد بدأت تتحدث وتؤدي حركات غريبة بينما الكاميرا تنقل كل شيء بالصوت والصورة. برغم ذلك إلا أن بيسري وبسرعة بديعة احتوت الموقف وكأنه لم يكن، وتداركت الأمر حينما علمت بأن الكاميرا تعطي إشارة البث المباشر لتطلب من فريق العمل التوقف عن البث. ثوان معدودات لم يتم الاستجابة لطلب المذيعة، فتوسلت إلى المخرج لسرعة التدخل. موقف آخر تعرضت له هذه المذيعة حينما أرادت الخروج بفاصل أثناء تقديم فقرة إخبارية لها، وعدت بيسري المشاهدين بالخروج بفاصل دقيقة، ثم عادت تقول دقيقة أو دقائق ونلقاكم بعدها، واضطرت إلى ابتسامات هادئة كأنها تقدم اعتذاراً عن ذلك الخطأ الذي لم يكن بالطبع مقصوداً. حذاء بكعب عال واستوديو غير مستوي بحكم تصميمه الحديث كان كفيلان بموقف صعب آخر لكريستيان بيسري، التي كانت تنهي فقرتها الإخبارية بينما تتحرك داخل الاستوديو لمغادرته، وبينما تحاول الانتقال من موقع التقديم إلى اتجاه المغادرة في الاستوديو والكاميرات مسلطة عليها. ترنحت المذيعة وخشيت السقوط على أرض الاستوديو فيما وضعت يدها على فمها تحاول كتمان الضحك بعد ذلك الموقف. ويبدو أن السقوط كاد أن يكون ملازماً لهذه المذيعة، ففي أثناء تقديم إحدى الفقرات الإخبارية أطلت على المشاهدين تقول أهلا بكم من جديد وإلى موجز لأهم الأنباء، ولم تكد تنهي عبارتها حتى فوجئت بأن توازنها يختل أيضا بسبب أرضية الاستوديو، إلا أنها تمالكت نفسها سريعا وساعدها طاقم التصوير في سرعة تحويل الكاميرا عنها. مداخلة كانت تجريها كريستيان بيسري مع أحد زملائها المراسلين، فخرجت تقول للمشاهدين ومن الهاتف عبر النصرية ينضم إلينا مراسل الحدث، إلا أنها تداركت الموقف سريعا لتعيد صياغة العبارة الاستهلالية على نحو صحيح. الأغرب في تلك المواقف أنها تتكرر مع كريستيان بيسري بنفس الطريقة، فخلال مداخلة أخرى مع زميلها المراسل أخذت تقدمه وتقول الآن ينضم إلينا مراسل الحدث عادل الزبيدي، وسألته عن تطورات الموقف بينما المراسل يصفف شعره. في هذا الموقف لم تتمالك كريستيان نفسها وحاولت تلطيف الأجواء وقالت لمشاهديها على ما يبدو أن الزميل غير جاهز معنا، ودخلت في نوبة ضحك على الهواء.